والربع من صوت لبنان مع تحيات باسمة أبو سرحال شاهين سيد عرب والمخرج رودريغ نمنوم. عناوين النشرة: المال والتعيينات أبرز الملفات في أجندة الأسبوع الطالع. اجتماع عين التيني ينظم الخلاف بين حزب الله والاشتراكي. حصلت خلافات وتطورات، هذه أمور تحصل في السياسة، المهم أن نعرف كيف نتعامل معها إذا لم نتمكن في حينه من تجنبه. ولقاء اللقلوق لا يتخلى عن المسار القضائي لحادثة قبر شمون. طايش ممثلا رئيس الجمهورية في ذكرى تأسيس جامعة الويزي: يحتاج لبنان إلى تضافر جهود أبنائه ووعيهم. حل قضية شرق الفرات في بضعة أسابيع حسب إردوغان. استعمل أي بطاقة من بنك الاعتماد اللبناني، جمع نقاط واستبدلها بميلات، تتسافر وين ما بدك وقت اللي بدك، وعلى متن شركة الطيران اللي بتختارها. بدك تسافر على حسابنا؟ اعتمد علينا. بنك الاعتماد اللبناني، دايما بقربك. غدات محادثات المبعوث الفرنسي بيير دوكان في بيروت وجزمه بأن الوضع لم يعد يحتمل المزيد من التأخير، يطل الأسبوع وفي رزنامته سلسلة محطات أبرز عناوينها المال. انطلاق الاجتماعات سيكون غدا في السرايا بين رئيس الحكومة ووزير المال وحاكم مصرف لبنان لوضع آلية إطلاق الأوروبوند في تشرين الأول المقبل بقيمة تتراوح بين مليار ونصف المليار وملياري دولار، في وقت يرتقب فيه عقد جلسة حكومية ستكون مخصصة لمشروع الموازنة، إضافة إلى الاجتماع الأسبوعي للحكومة يوم الخميس، حيث سيكون ملف التعيينات بندا أساسيا في جدول الأعمال. وسط هذه الأجواء وبرعاية رئيس مجلس النواب نبيه بري، جرى لقاء مصالحة بين الحزب التقدمي الاشتراكي وحزب الله، هو الأول منذ حادثة قبر شمون. وضم اللقاء الوزير وائل أبو فعور والوزير السابق غازي العريضي عن الحزب الاشتراكي وعن حزب الله المعاون السياسي للأمين العام حسين الخليل ومسؤول وحدة الارتباط والتنسيق وفيق صفا. حسين الخليل أكد بعد اللقاء وضع الحلول لكل المشاكل التي سببت القطيعة والفتور بدءا من ملف عين دارة إلى الملفات الأخرى. كان الجو جوا وديا، طرفين قيادة حزب الله وقيادة الحزب التقدمي الاشتراكي، فوضنا الرئيس بري لوضع أسس لحل كل هذه المشكلات التي اعترت الفترة الماضية، واتفقنا على أن تعاد الأمور إلى مجاريها، يعني بالأمور التي نتفق عليها. وبعتقد في قسم كبير يعني من المسائل السياسية بشكل قاسم مشترك بين الطرفين من أجل خدمة هذا الوطن، وبالأمور التي نختلف فيها نتفق على تنظيم هذا الاختلاف بما يفيد الاستقرار بالبلد، بما يفيد مصلحة البلد. العريض أكد من جهته الاتفاق على معالجة السلبيات بالحوار. عندما أشرت إلى مرحلة الإنجازات حتى بال2005 كان ثمة تقدم كبير، وكان ثمة إنجاز في العلاقة المشتركة لحماية الأمن والاستقرار في البلد ومنع سقوط البلد في فتن مذهبية أو في فتن طائفية. حصلت خلافات وتطورات، هذه أمور تحصل في السياسة، المهم أن نعرف كيف نتعامل معها إذا لم نتمكن في حينه من تجنبها. التعامل معها يكون بروح الحرص على ما يجمع من جهة وعدم الانزلاق إلى ما لا نريده نحن كفريقين أيضا، ولا يكون في مصلحة البلد. رئيس اللقاء الديمقراطي النائب تيمور جنبلاط التقى الوزير جبران باسيل في منزله في اللقلوق بحضور النائب سيزار أبي خليل، الذي أكد أن اللقاء لا يعني التخلي عن المسار القضائي الذي يعالج حادثة قبر شمون. النائب جنبلاط أكد من جهته أن هدف اللقاء التواصل السياسي الذي يساهم في إراحة الجو في ظل الظروف الراهنة، وذكر بوجوب أن يشمل المسار القضائي في قضية البساتين الجميع من دون استثناء. وزير الصناعة وائل أبو فعور لفت إلى أن لقاء جملات باسيل حصل بدعوة من الأخير. تحدي
أمام السياسيين اللبنانيين هو تحدي اقتصادي ومالي بالدرجة الأولى، وآمل أن يقتنع الجميع بأن تنكفئ كل القوى السياسية عن صراعاتها وسجلاتها وحساباتها وانقساماتها السياسية في الأشهر القادمة لكي تنصرف إلى معالجة الوضع الاقتصادي والمالي الداهم. أوضاع صعبة ولكن الخيارات كبيرة والفرص كبيرة، وبإمكان السياسيين اللبنانيين أو المسؤولين السياسيين في لبنان وبإمكان الحكومة اللبنانية ومختلف أطياف السياسة اللبنانية علاج الوضع الاقتصادي والمالي إذا توفرت النية الصافية لذلك. مبادرة جديدة لجامعة السيدة الويزي في ذكرى تأسيسها، ووزير الاقتصاد يؤكد أن لبنان بحاجة إلى جميع أبنائه للنهوض. التفاصيل مع مجدلين عيد. انطلاقا من رسالتها وهويتها، أطلقت جامعة سيدة الويزي في ذكرى تأسيسها المبادرة المجتمعية السنوية حول الدمج لتعزيز المساواة والتنوع وتكافؤ الفرص. وزير الاقتصاد منصور بطيش أمل خلال تمثيله رئيس الجمهورية ميشيل عون أن تتكرس ثقافة قبول الآخر، فيترجم الدمج سلوكا تلقائيا نابعا من إيماننا الراسخ بسلم القيم الإنسانية. يحتاج لبنان إلى جهودنا جميعا وإلى الالتفاف حول أهداف وطنية مشتركة سياسية واقتصادية واجتماعية، والدمج هو في طليعة الأهداف الاجتماعية لأنه بوابة الشراكة ومفتاح الاغتناء من كل فرد في المجتمع، هذا المجتمع الذي يواجه في كل يوم تحديات جديدة تحتاج إلى تضافر جهود أبنائه ووعيهم. لا يمكننا أن نقبل اليوم تحت أي ذريعة أن نبتعد عن رسالة لبنان ودوره في احترام حقوق الإنسان خصوصا الأكثر ضعفا أو تهميشا، ونقولها جهارا لا للتمييز من أي نوع كان، ونعم لتعددنا واختلافنا وتمايزنا. جامعة سيدة الويزي التي تخوض مغامرة الدمج التربوي إيمانا منها بالشراكة بين جميع مكونات المجتمع، أعلنت على لسان رئيسها الأب بيير نجم عن الهيئة الوطنية للتوعية حول مخاطر الإدمان على الإنترنت والتكنولوجيا. مجدلين عيد، صوت لبنان. البطريرك الماروني الكاردينال مربشارة بطرس الراعي زار منطقة جزين وأكد أن ميزة لبنان في التعددية والديمقراطية. بهالأيام اللي عم نعيشها وفيها ضراع وفيها مشاكل اقتصادية، فيها تفكك سياسي، مشاكل مذهبية وطائفية، هذه كلها بتنطلب منا نحن نرجع نبني وحدتنا الداخلية، وحدتنا البطرية، تعدديتنا في الوحدة. لبنان لم يصير لون واحد ديني، لون واحد سياسي، لون واحد حزبي، ما له قيمة. لبنان كل قيمته بالتعددية، الوحيد اللي بيترك محل للآخر، الوحيد اللي بتقاسى، يعني بتقاسى مش معنى المحاصصة، بتقاسى مع الآخر مسؤولية البلاد، نحن مش مع المحاصصة، نحن مع المشاركة، لأن المحاصصة تخرب البلد، نحن مع المشاركة. المجلس الشرعي الإسلامي الذي اجتمع برئاسة مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان طالب بأعلى درجات التضامن الوطني. نوه المجلس بأهمية مؤتمر صدر لمساعدة لبنان على النهوض من كبوته، ودعا الالتزام بتعهدات لبنان الإصلاحية تشجيعا بالمجتمع الدولي على الالتزام بالمساعدات التي تعهد بتقديمها. ماذا عن زيادة تعرفة الكهرباء؟ هل هي حل أم جزء منه؟ التفاصيل مع تريز الخوري. الكهرباء وعود في وعود وعلى الوعد يكمون، 24/24 وخطة كهرباء وما زلنا ننتظر، وآخر المطاف طلب من الفرنسيين بزيادة التعرفة على فاتورة الكهرباء بنسبة 43%، وبرأي المعنيين أن ذلك يحسن وضع الجباية ووضع الكهرباء. ماذا يقول المدير العام السابق لمؤسسة كهرباء لبنان جورج معوض عبر صوت لبنان؟ رفع التعرفة مش هو الحل، أكيد صار الكهرباء منخفض بعده بتعرفة مؤسسة كهرباء لبنان. اليوم معدل الكيلو على التعرفة الموجودة بيطلع 135-140 ليرة المعدل، بالوقت اللي عم بكلف 250. يعني حسابيا وتجاريا وإداريا مفروض التعرفة
تزيد بالمطلع عم بحكي، بس إذا زدناها مشان نحل مشكلة الكهرباء مش مضبوطة الشيء هيدا، لأنه بعد العيوب نفسها، عيوب توزيع هي الضغطة وهي اللي بتخلي هالكهرباء على طول بعجز. في هدر على الشبكات، دان في الهدر السريعات التعديات على الشبكة اللي بكل أسف زادت مش خفت، لأنه ما نعمل شيء لقمع المخالفات ولا قدروا حسنوا الجداية. كلفة تعرفة فاتورة الكهرباء منخفضة والمطلوب رفع هذه التعرفة، وهي إحدى الحلول المطلوبة. الخبير الاقتصادي غازي وزني: التعرفة هي أحد العوامل اللي يفترض على الحكومة اتخاذها لخطتها الإصلاحية، والتأخير عن زيادة التعرفة هي أحد الأسباب اللي استمرار العجز بالكهرباء. النقطة الثانية أكيد قصة العجز بالكهرباء ليس فقط مرتبطة بالتعرفة، لأن اليوم التعرفة المواطن عم بيدفع كل كيلوات 137 ليرة، بينما كلفتها على الدولة هي فوق 300 ليرة، والمواطن عم بيدفع للمولدات الخاصة 450 ليرة. يعني بيقبل المواطن يدفع للمولدات الخاصة 450 ليرة، إذا بده يزيدوا له التعرفة من 137 ليرة مثل ما هن حاطين بالدراسة 217 ليرة بتقوم ليين. من هون أنا أقصد زيادة التعرفة هي أحد العوامل الرئيسية اللي يفترض اتخاذها لمعرفة العجز. وضع الكهرباء كما يجمع الخبراء سيبقى على حاله إن لم تجمع السلطة السياسية على وقف الهدر والفساد. تراز الخوري، صوت لبنان. وفي طرابلس انقطاع مستمر للكهرباء والأهالي يرفعون الصوت. تقرير لروع الرفاعي: 124 ألف نسمة في مدينة الميناء طرابلس يعيشون بلا كهرباء منذ يوم الثلاثاء الماضي بسبب انفجار أحد المحولات الكهربائية والتي تغذي المنطقة. خمسة أيام متتالية وشركة كهرباء قاديشة والتي تحمل أبناء المنطقة المسؤولية كاملة بسبب كثرة التحميل الحاصلة على الشبكة لم تحرك ساكنا أمام اعتراض الأهالي، بحجة أن فرق الصيانة تقوم بكل ما يلزم وعلى المواطن الانتظار. لكن أن يأتي التيار الكهربائي للأحياء الغنية وتبقى الأحياء الشعبية على ضوء الشموع أمر أثار حفيظة الأهالي الذين نفذوا اعتصاما في ساحة الشراع حيث وسط مدينة الميناء ليؤكدوا على المطالبة بحقهم المشروع، خاصة بعدما التزم كل السياسيين الصمت تجاه القضية. مختار محلة الميناء خالد المصري قال: جايين هون لنقوم باعتصام سلمي لنوجه صوت وجع أهل الميناء. خمس أيام بلا كهرباء، خمس أيام بلا مي، محلات كلها تسكرت، يعني في أطفال راحت على المستشفيات، في عجائز عم تاخد تنفس اصطناعي كلها توقفة. منتمنى على القيمين والمسؤولين عن طرابلس أنه يوقف وقفة واحدة وأنه ترجع على الكهرباء بأسرع وقت ممكن. من جهته عضو سابق في بلدية الميناء هيثم نجا يؤكد خلال مشاركته الاعتصام: نتفاجأ أنه بنسمع أنه بعض الأحياء الغنية حقيقة وصل لها كهرباء، فهذا أمر معيب بحقنا. لما السياسي بيبعد أو اللي انتخبناه بيبعد عن المسؤولية، نحن أكيد بدنا نوقف ونتضامن مع نفسنا، ونحن ما أنا غل هالطريق. أهالي الميناء يؤكدون على أن الوعود التي أطلقها رئيس البلدية عبد القادر علم الدين بعودة التيار الكهربائي مع مطلع الأسبوع المقبل لن تتحقق، كون الدلائل ومصادر موثوقة داخل شركة قاديشة تشير إلى أن المسألة ستطول نظرا للأعطال الكبيرة التي طرأت على المحاولات. من طرابلس، روع رفاعي، صوت لبنان. الانتخابات فرعية في صور في 15 من الحالي، ومرشح حزب الله يفوز بالتزكية بعد انسحاب المرشحة بشرى الخليل من المعركة. هذا الموقف أعلنته الخليل بعد لقائها نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم. سمحت السيد حسن بيبدي رغبي بهذا الأمر، أنا ما فيني ما أخده بعين الاعتبار هذا الكلام. سيد حسن كلنا ضعاف قدامه، يعني مش لحالي، كلنا. هي نقطة. نقطة تانية، في أسباب بتنحكى وفي أسباب ممكن ما بيجي وقتها، لا بنحكى بعدين. في خصوصية معينة لهي المعركة، حزب الله كان ممكن أصلا بالأساس ما يتشدد هالقد بمرشحه، بيشوف الوضع كيف وبيعمل حلول مرنة، بس في عنده أسباب معينة، أنا تفهمت هاي الأسباب.
رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل علق على انسحاب بشرى الخليل من السباق الانتخابي بعد لقائها قاسم بالقول قدرة إقناع قل نظيرها. جمعية لادي أعلنت أنها تفاجأت بإعلان انسحاب المرشحة بشرى الخليل خارج المهل القانونية بعد انتهاء مهلة سحب الترشح رسميا في الرابع من الحالي عملا بالمادة 43 من قانون الانتخابات. وإذا اعتبرت أن إعلان الانسحاب باطل قانونا طالبت وزارة الداخلية والبلديات بالمضي قدما في إجراء الانتخابات في 15 من الشهر الحالي احتراما لما تبقى من هيبة للقوانين وللمهل وللحياة الديمقراطية في لبنان حتى ولو كانت نتائج الانتخابات محسومة. وزير الداخلية السابق زياد بارود لفت إلى أن إعلان فوز عز الدين بالتزكية مخالفة قانونية، وقال في حديث لصحيفة الشرق الأوسط: نتفهم أن تتجه الحكومة لإيجاد مخرج لعدم إجرائها الانتخابات لأسباب مرتبطة بشكل أساسي بخزينة الدولة والتكاليف التي قد تتكبدها في ظل الوضع الاقتصادي المتعثر، لكن القانون يجب أن يطبق وإن كان قاسيا أحيانا، وإذا كنا غير قادرين على تطبيقه فلنغيره بقانون آخر ولكن لا نلجأ إلى مخالفته، كما قال بارود. رد وزير الدفاع الياس بوصعب على رئيس الحكومة سعد الحريري في قضية المعابر غير الشرعية مؤكدا أن أكبر عملية تضليل للرأي العام ولتغطية عمليات التهريب الكبيرة من المعابر الشرعية أن نسمع عودة نغمة 150 معبرا غير الشرعية. صحيا، رأى الوزير جميل جبق أن حالة من الترهل دخلت إلى القطاع الطبي والاستشفائي، مشددا على أن مرض السرطان أصبح مستشريا في لبنان بشكل ملحوظ. أمراض السرطانية بلبنان تضاعفت 3 أضعاف بالعشر سنين أو 15 سنة اللي مضوا، وهذه مش أحصائياتي أنا، هذه أحصائيات منظمة الصحة العالمية. نحن بلبنان صرنا نمبر 1 بسرطان البلدر، صرنا نمبر 2 بسرطان الرواية، وهذا كله بيجي من وراء التلوث، من وراء التدخين والمشاكل اللي عم نعاني منها. في محلياتنا أيضا أقيم قداس سنوي لشهداء المقاومة المسيحية في طبري، وشكلت المناسبة مساحة صلاة واستذكار كل شهيد بذل دمه في سبيل الوطن. أنشطة نووية مخفية لإيران حسب بولتون، بعد الفاصل. هل من ترجمة هذه المرة لنتائج طاولة الحوار في بعبدة؟ وماذا بقي من القرار 1701 بعد كلام نصر الله؟ وهل من تعديل في تحالفات المشهد السياسي العام؟ الجواب في كواليس الأحد مع رئيس تحرير صحيفة اللواء صلاح سلام، الأحد 9:30 صباحاً، أعداد وتقديم الدكتور شرب المارون عبر صوت لبنان. أبلغت الوكالة الدولية للطاقة الذرية مجلس المحافظين لديها بأن إيران ربما تخفي مواد وأنشطة نووية حسب ما كشف مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون. وكانت إيران قد أعلنت أن لديها القدرة حاليا على تخصيب اليورانيوم بما يتجاوز 20%. أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن بلاده تضع على أجندتها حاليا مسألة تطهير شرق الفرات من التنظيمات الإرهابية، وستحل هذا الأمر بشكل أو بآخر في خلال بضعة أسابيع. ولفت إلى تحمل تركيا وحدها أعباء النازحين السوريين على أراضيها، مشددا على أن ليس لدى بلاده أي حل سوى فتح الأبواب أمام اللاجئين في حال لم يفي الاتحاد الأوروبي بوعد الدعم الذي قطعه لأنقرة. تلقى ولي العهد السعودي محمد بن سلمان اتصالا من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، تناول مستجدات المنطقة وجرى التأكيد على الشراكة الاستراتيجية بين البلدين. وفي السعودية عين الأمير عبد العزيز بن سلمان وزيرا للطاقة بدلا من خالد الفالح الذي أعفي من منصبه، وعبد العزيز هو نجل الملك سلمان وأخ ولي العهد محمد بن سلمان. ضربة جديدة تلقاها رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أمس إثر استقالة وزيرة العمل والمعاشات أمبر رود من منصبها، احتجاجا على طريقة تعامله مع أزمة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. أغارت الطائرات الإسرائيلية على عدد من مواقع حركة حماس في شمال ووسط قطاع غزة. قتل شخص على الأقل في هزة قوية ضربت جنوب غرب الصين.
والآن إلى صفحة الأحوال الجوية. الجو اليوم غائم جزئيا مع ارتفاع بسيط في درجات الحرارة فوق الجبال وفي الداخل، وتتساقط أمطار خفيفة متفرقة شمالا. كان في هذه النشرة المال والتعيينات أبرز الملفات في أجندة الأسبوع الطالع. اجتماع عين التيني ينظم الخلاف بين حزب الله والاشتراكي. حصلت خلافات وتطورات، هذه أمور تحصل في السياسة، المهم أن نعرف كيف نتعامل معها إذا لم نتمكن في حينه من تجنبه. ولقاء اللقلوق لا يتخلى عن المسار القضائي لحادثة قبر شمون. طايش ممثلا رئيس الجمهورية في ذكرى تأسيس جامعة الويزي. يحتاج لبنان إلى تضافر جهود أبنائه ووعيهم. حل قضية شرق الفرات في بضعة أسابيع حسب إردوغان. ختام نشرة الأخبار، شكراً للمتابعة.